بسم الله الرحمن الرحيم، بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة الكمبيوتر نيتوركس. كنا طبعا بدأنا في موضوع جديد وموضوع هام للغاية، اللي هو الاي بي ادرس، وتحديدا الاي بي فيرجن 4، لان في فيرجن تاني اسمه فيرجن 6. طبعا عشان تفهم فيرجن 6 لازم تبدأ بالاول بمين، باي بي فيرجن 4 الاول. طبعا المرة اللي فاتت احنا قلنا شكل الاي بي عبارة عن ايه؟ قلنا ان هو عدد البيتس فيه 32 بيتس. ال 32 متقسمين لاربعة بلوك، كل بلوك 8 بيتس، يعني اربعة بارتيشنز، اربع اجزاء، كل جزء 8 ايه؟ 8 بيتس. وقلنا طريقة التمثيل بتاعة الاي بي فيرجن 4 انك يا اما بتمثله بالباينري نوتيشن او بالايه، بالدوت الديسيمال نوتيشن، يعني بيبقى في عمليه دوت في ما بين الارقام الديسيمال وبعضها بيبقى في دوت. ده الكلام اللي احنا كنا قايلينه، افكر اوريه لك اهو كده. احنا كان عندنا يا اما دوت الديسيمال يا اما باينري. فبالباينري انك بتمثل ال 32 بيتس بتوعك زي ما انت شايف اربع اجزاء، كل جزء 8 بيتس. ولما بتيجي تحول، لو انت عايز تحول من باينري لدوت الديسيمال، بتعمل ايه؟ انك كل 8 بيتس لوحدهم بتحولهم لايه؟ كل 8 بيتس بتحولهم لديسيمال على حده. يعني ما بتاخدش ال 32 على بعض وتحولهم لديسيمال، لا طبعا، بتعمل ايه؟ كل 8 لوحدهم هو اللي تحولهم لديسيمال، وبتفصل ما بين كل رقم والتاني بدوت، زي ما احنا ايه شايفين قدامنا في السلايد. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت، وقلنا ازاي نحول من باينري للدوت الديسيمال او العكس، او من دوت الديسيمال لايه، لباينري. دي كانت تو اكزامبل خدناهم المره اللي فاتت. وخدنا اكزامبل ان انا لو عندي الاي بي فيرجن 4 مدي لك الادرس، تقدر انك تعرف الادرس ده صح ولا غلط من شويه معلومات احنا عارفينها. يعني ايه صح ولا غلط؟ يعني ما ينفعش واحد يديني اي بي فيرجن 4 يديني خمس فيها خمسه ديسيمال، خمسه دوت الديسيمال مثلا، بدل ما يكونوا اربع ارقام لا مديني خمس ارقام، فحاجه اقول له لا، الادرس اللي انت مديهوني ده فيه خطا. خدت بالك؟ ما ينفعش ان اي ديسيمال فيهم يتعدى قيمته ال 255. يعني لو في حاجه فيها مثلا زي رقم سي اهي، في ديسيمال فيه 301، 301 دي اعلى من ال 255، يبقى اذا انا افهم ان الاي بي فيرجن 4 ادرس اللي انت مديهوني ده فيه ايرور. يبقى انت تقدر انك تعرف ان اي حد يديك داتا، يديك يقول لي ده الاي بي فيرجن 4 بتاع الجهاز، تقدر تعرف تقول له اه لا، ده احتمال يبقى فيه غلط من ايه؟ من المعلومات اللي عندك اللي احنا ايه ذاكرينها، زي في هذا ايه، في هذا السؤال. طب ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. بنكمل بقى في هذا الكلام، بنقول لك النهارده هنشرح جزئيه مهمه قوي في الاي بي فيرجن 4. بيقول لك ايه بقى؟ نوت، نبدا بالنوت دي الملحوظه المهمه دي. بيقول لك في الكلاس فول ادريسنج، يعني ايه الادرس اللي ليه كلاسز، فئات، هنقسم فئات. بيقول لك ان انا عندي في قسمه الاي بي فيرجن 4 العناوين لمجموعه من الفئات او الكلاسز. ايه هما الكلاسز دي؟ خمسه كلاسز. يعني انا ممكن ايه تديني الاي بي فيرجن 4 اعرف هو تبع انهي كلاس، يا اما كلاس A، يا اما بي، يا اما سي، يا اما دي، يا اما اي، حسب ما هنتعرف دلوقتي ايه اللي بيميز كل كلاس والتاني. طبعا الجيفن بالنسبه لك بيبقى الادرس، سواء في صوره الدوت الديسيمال او في صوره الايه؟ الباينري. ومنها انك تتعرف هو تبع انهي كلاس، كلاس A ولا كلاس B ولا كلاس C ولا كلاس D ولا كلاس E. وايضا عايزين نتعرف ايه الهدف وراء انك انت تقسم المجموعه من العناوين دي لكلاسز، ايه ما تسيبهم في حالهم. يعني لازم تقول لي ان الادرس ده تبع كلاس A ولا تبع كلاس B ولا تبع كلاس C او D او E؟ لا، ليه اهميه كبيره جدا، هنتعرف عليها برضو خلال المحاضره. طب تعالى نبدا الاول نتعرف ازاي نعرف ده كلاس A ولا كلاس B ولا كلاس C ولا كلاس D او كلاس E، وبعد كده نعرف الاهميه. هنقول اهميه ان انا مقسم الادريسيز العناوين دي لمجموعه من الكلاس. اول حاجه على الشمال، لو انت بتمثل
الاي بي فيرجن 4 في الصوره الباينري هتعمل ايه؟ هتتعامل مع السؤال ازاي؟ ولو انت بتتعامل مع الاي بي فيرجن 4 في صوره الدوت الديسيمال هتعمل ايه؟ خلاص؟ يعني ما انت يا اما ممثلها في الصوره الباينري يا اما ممثلها في صوره الدوت الديسيمال، حاجه من الاثنين. طب لو انا ممثلها في الصوره الباينري هعرف ازاي ده كلاس ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا اي؟ وكذلك الحال لو هو متمثل في الصوره الدوت الديسيمال هعرف هو انهي كلاس ازاي؟ فده اللي عايزين نعرفه. نبص على الشمال، خلي بالك من الجزء اللي على الشمال. قال لك كلاس ايه؟ لو اول بيت على الشمال، يبقى انا الشمال هو اللي ببص عليه. اول بيت على الشمال بزيرو، اول واحد على الشمال ابص كده على الباينري بتاعي، لو زيرو يبقى ده اسمه كلاس ايه. يبقى نقول ان دوت الادرس ده تبع كلاس ايه؟ كلاس ايه. خلاص؟ الفئه اسمها كلاس ايه. طيب كلاس بي بادئ ب 1 0 يبقى ناحيه الشمال كده، لو بصيت ناحيه الشمال انا بادئ ب 1 0 يبقى ده اسمه ايه؟ كلاس بي. خدت بالك؟ كلاس سي انا بتكلم على الشمال اهو زي ما مرسوم ايه عندي اهو، بادئ ب 1 1 0 يبقى ده اسمه ايه؟ كلاس سي. اظن السلم باين، يعني مش صعب انك انت ايه تخزن المعلومات دي في الميموري بتاعتك. ليه؟ يعني انا اجي ابص كده على التمثيل بتاع الاي بي فيرجن 4 في الصوره الايه؟ الايه؟ الباينري. لو بادئه بزيرو يبقى ده كلاس ايه؟ مش شمال. طب بدات ب 1 0 تبقى كلاس بي. بدات ب 1 1 0 ضاعف بقى ال 1، يعني ضاعف بقى قيم ال 1، 1 1 0 تبقى كلاس سي. طب كلاس دي 3 وحايد وصفر، مش وحيدين وصفر، 3 وحايد وصفر. كلاس دي لو بدا الباينري بتاعك ب 3 وحايد وزيرو يبقى ده اسمه كلاس دي. طب بدا بايه؟ باربع وحايد يبقى ده اسمه كلاس اي. خلاص كده؟ يبقى اذا بالنسبه لي عشان اعرف دوت تبع انهي كلاس ابص على البيت اللي على الشمال خالص، لو كانت زيرو تبقى كلاس ايه، لو 1 وزيرو من الشمال يبقى كلاس بي، وحيدين وزيرو تبقى كلاس سي، تلات وحيد وزيرو تبقى كلاس دي، اربع وحيد تبقى كلاس اي. سهله جدا. طب الكلام ده بقى بالنسبه لو انا التمثيل في الدوت الديسيمال، ما حولش الباينري عشان اعرف، اخليني على الدوت الديسيمال زي ما هي. تمام؟ طيب لو اول واحده على الشمال، انت عندك ايه؟ بيبقوا فيه اربعه ديسيمال، اربع ارقام ديسيمال. الاولاني اللي على الشمال، لذلك هو لما مقسم كاتب لك فيرست بايت وسكند بايت وثيرد بايت وفورث بايت، لان البايت 8 بيتس فهي متقسمه لبارتيشن اهي زي ما انت شايف. اول رقم على الشمال لو يتراوح من 0 ل 127 يبقى ده كلاس ايه. لو من 0 ل 127 يبقى ده اسمه ايه؟ كلاس ايه. خلاص كده؟ يبقى ده من الفئه اللي اسمها كلاس ايه. وده فعلا نفس الكلام اللي كان في الباينري، يعني انت لو عندك البيت اللي على الشمال خالص بزيرو يبقى موضوع انها تبقى اكبر من 128 مش معايا. صح؟ اهي افكرك. انا بتكلم بالبيت اللي ايه؟ الجزء اللي على الشمال اللي بتكلم عنه. انا عندي اول واحده بزيرو، ما يهمنيش الباقي ايه؟ ما يهمنيش بقيه البيتس ايه، السبعه التانيين دول ما يهمونيش هم ايه، المهم بدا بزيرو. لازم دكتور. نعم. ايوه ايوه. مش عندي سؤال. اتفضل. احنا في السكشن وبعدين الباشمهندس هو بيشرح لنا، قال لنا ان كلاس ايه هتبقى من 0 ل 126 وكلاس بي هتبقى من 128 ل 191، وقال لنا ان 127 دي مش هتبقى معانا. 127 دي بعدين نبقى نقول مش معانا ليه، خلينا دلوقتي نفهم هذا الكلام دلوقتي. يعني 126 دي ساعات كان هم بيوقفوا 127 بيلغوها لاسباب، بس احنا عشان نفهم دلوقتي، انا لو جيت قلت لك لحد 126 مش هتفهمي، ما هتيجي تقولي لي ان انا اولي زيرو اهو على الشمال. من زيرو على الشمال يبقى الارقام عندك في كلاس ايه من كام لكام؟ زيرو ل 127. بس هتفهمي جت 126 دي ال 127 اتلغت ليه؟ مش هتفهميه.
خلاص. وبعدين السلايد دي من الكتاب بتاع فورزا نفسه، يعني هو شارحها كده، لازم في الاول بنشرحها لك في الاول كده وبعدين نفهم. طب ليه 127 لا اهو، ليه ليه؟ فاكرة الشرح بالظبط، بس هو كان العدد ما كانش مكفي عدد البيت او حاجة، طيب فمش فاكرة الشرح ايوه، بالظبط. ما هي مهمه ان طيب، ما انت مش هنفهمها دلوقتي، فانا بديلك ايه التقسيم النظري الاول، وبعدين لما جينا براكتيكال عملنا ايه؟ ماشي كده؟ لما جينا نشتغل براكتيكال احنا عملنا ايه بعد كده؟ ده لسه هنقوله. فانا ما اقدرش ان انا ادخل معاك اقول لك 126 وهي كده وادخل معاك في ديتيلز، مش هنفهم حاجه. ماشي؟ واديك انا سالتك اهو لقيتك مش عارفه السبب، مش عارفه. حد عارفه؟ طيب حد عارف؟ باشمهندس قال عشان اعمله اختبار للجهاز. ماشي، بس في حاجات تانية كتير يعني غير دوت. فالمهم خلينا بس ايه واحدة واحدة بالراحة. يعني انتوا فاهمين الكلاس ايه وكلاس بي وكلاس سي وكلاس دي كويس؟ ها فاهمينهم؟ هنشوف. انا ما بسأل بيتضح ليا العكس. خلاص خلينا زي الكتاب بتاع فورزن، واحدة واحدة كده بالراحة مع بعض. ندخل على كلاس بي. كلاس بي دلوقتي بيتراوح من كام لكام؟ لما ابدأ بواحد زيرو، انا ببدأ دلوقتي بمين؟ بوان زيرو على الشمال، يبقى لازم القيمة اللي عندي تبقى من كام لكام؟ من 128، اعلى من 128. طالما انا بدأت بوان زيرو تبقى اعلى من 128. خلاص؟ واخرنا كام؟ 191. اهي ده بالنسبه لمين؟ للديسيمال. خلاص كده؟ طيب الكلاس سي قال لك 110، عشان نوافق 110 لازم القيمه تكون اعلى من 192. ليه؟ لان لما يكون عندي واحد هنا وواحد هنا، الواحد الاخير عامل 128 والواحد اللي قبل منه عامل كام؟ عامل 64، مجموعهم كام؟ ها؟ 192، 8 و4 12، 1 و12 13، يبقى 192. اللي بعده 0، فواخد رينج من 192 لمين؟ اخره كام؟ قال لك 223. عشان الزيرو اللي هي اللي موجوده عندي دي في اخر 123. لان الثالث ده ما بيبقاش واحد بيبقى زيرو، فخلى لي ليميتد من 192 لكام؟ ل 223. طيب لما يكونوا اربع وحيد وزيرو يبقى بدايتي كام؟ 224، وفي زيرو هنا يبقى بيليمت النتيجه بتاعتي اخري ل 239. يعني انا من 224 ل 239، واخر حاجه كلاس اي من 240 ل 255. واضح؟ يبقى كده دول الفئات اللي عندي او الكلاسز اللي عندي المختلفة، سواء انا بشتغل بالدوت الديسيمال او سواء ان انا بشتغل بالايه؟ بالنظام الباينري. قدامي انا عرفت دلوقتي انا تبع انهي ايه؟ انا تبع انهي كلاس. طب في سؤال لحد كده؟ عشان تحديد الكلاسز؟ تعال بص معايا كده. فايند ذا كلاس، بيقول لك سؤال بقى اكزامبل عشان يوضح هذا الكلام. بيقول لك هات لي الكلاس بتاع كل ادرس من دول، كل عنوان من دول. لو بدايتي اهو، بدايتي على الشمال زيرو، يبقى ده كلاس ايه على طول وانا مغمض؟ كلاس كام؟ دي كده محطوط في الصوره الايه؟ الباينري. لو اوله زيرو اهو، اوله زيرو، يبقى ده كلاس ايه؟ على طول طالما في الصوره الباينري. طب 110 ها؟ كلاس كام؟ واحدين وصفر، كلاس كام؟ كلاس سي. طالما اول واحديه اول تو بيتس بواحد واللي بعديه زيرو، يبقى ده كلاس ايه؟ كلاس سي. طيب اللي بعديه 14، ده ديسيمال، ده الصوره الديسيمال. ابص كده بقى عندي فين ال 14؟ كلاس ايه من 0 ل 127، ال 14 موجوده، يبقى ده كلاس ايه؟ كلاس ايه. طيب 252 مالها؟ 252 ابص كده معايا، بنرجع اهو 252 في انهي واحده من البارتيشنز؟ من 240 ل 255 هي 252 في الجزء ده، يبقى هي تبع كلاس ايه؟ كلاس اي. يبقى هي تبع كلاس اي. واضح الكلام؟ طيب
تعال بقى نشوف العدد الفكرة بقى في تقسيمة هذه الكلاسز. يعني عايزين نشوف الفكرة من تقسيم هذه الكلاسز اللي عندي. يعني عايز اشوف ايه الفكرة من تقسيمة الكلاسز. يعني انا عندي كلاس A وعندي كلاس B و C و D و E. ايه الفكرة؟ حد يعرف ايه الهدف من تقسيم الكلاسز؟ ايه الهدف من الكلاس A و B و C و D و E؟ ايه الهدف منهم؟ واضح كده ان انتوا دارسين الموضوع، خدتوا الـ IP version 4. شركة عندك عايزة هتوزع الأجهزة بتاعتها تبع شبكة معينة. ايه اللي يخليها تاخد تختار كلاس A او تختار كلاس B او تختار كلاس C او D او E؟ ايه بقى ايه اللي تعمله عشان تعمل هذا الكلام؟ ها، حد عنده إجابة لهذا السؤال؟ حد عنده إجابة؟ ها، الباشمهندسة اللي جاوبت دلوقتي من شوية أو عبد الرحمن اللي فاهمين الموضوع يقولوا لنا كلاس A إيه الهدف منه وكلاس B إيه الهدف؟ يعني إيه دلوقتي؟ أنا لما أقسم الشبكات بتاعتي اقسمها كلاس A ولا كلاس B ولا كلاس C على حسب ايه؟ في حد هيقول؟ تعالى نرجع لورا شوية عشان برضو نفهم. دلوقتي انا حضرتك لما جيت خدت كلاس A، البارتيشن اللي على الشمال خالص اللي باللون الاصفر زي ما انتوا شايفين، في حاجة اسمها ان انا الاجهزه بنسميها مثلا، هو بيسمي الاجهزه ديت زي ايه؟ الهوست بتاعك الجهاز والشبكه بتاعتك. انت محتاج كام شبكه وكم جهاز تابع لهذه الشبكه؟ خدت بالك؟ فاهمين قصدي؟ يعني انا مثلا ايه ممكن هقول لحضرتك على حاجه عشان برضو تبقى المثال واضح بالنسبه لي. انا عندي 10 اجهزه، عندي 10 اجهزه كمبيوتر، ممكن اخد كل جهازين لوحدهم تبع شبكه. يعني كل جهازين، انا بقول مثال كده تخيلي عشان نفهم المعنى. دلوقتي انا عندي 10 اجهزه، قلت جهازين تابعين لشبكه A، شبكه اسمها واحد، والجهازين التانيين تابعين لشبكه التانيه، والجهازين التالتين، يبقى انا عندي كام شبكه؟ عندي كام شبكه كده؟ ها، جاوبوا، سؤال سهل اهو. يبقى انا عندي كده كام شبكه؟ محدش مش سامعين. انا دلوقتي كل جهازين خاضعين لشبكه وهم 10 اجهزه، يبقى في كام شبكه؟ خمس شبكات. طب ينفع ان احنا ناخد كل خمس اجهزه لوحديهم في شبكه وخمسه التانيين في شبكه، يبقى عندي كام شبكه؟ شبكتين. يبقى حسب انت حضرتك عايز كام اجهزه، كام جهاز، وعايز كام شبكه. هي دي الفروق ما بين كلاس A وكلاس B و C و D و E حسب. انا والله انا في الشبكه دي عندي فيها عدد من الاجهزه كذا، في الشبكه دي عندي اجهزه كذا. انت عايز مين اللي اكتر، عدد الاجهزه ولا عدد الشبكات؟ هي دي بقى الايه الفارق ما بين كل كلاس والتاني، بناء على اللي احنا لسه قايلينه ده. انا ملاحظ هنا في كلاس A هو معلم لك بالاصفر على ايه؟ ادي على اول بايت. فلما جه يقول لك اول بايت ده زيرو، بص بقى، زيرو ل 127، خدت بالك؟ من زيرو ل 127 يبقى في كام شبكه هنا او كام بلوكس هنا؟ من زيرو ل 127 عددهم كام دول؟ لما يبقى ممكن لو بصيت لها بالديسيمال، من زيرو ل 127 يبقوا كام بلوك دول؟ من 0 ل 127 عددهم كام؟ 128. 128 بلوك. طب هنا بقى دول الثلاثه دول يعملوا لي كام جهاز لكل بلوك من من ايه؟ اي واحد من الشبكه اللي هي من 0 ل 127. يعني انا حضرتك اللي على الشمال ده ممكن ياخد رقم 0
زي انا بتكلم على دوت الديسيمال زيرو دوت. خلاص حضرتك هنا عندك امكانية تحط ايه كام رقم هنا في يعني تقدر تستغل كام جهاز هنا كام هوست، فاهمين قصدي؟ الزيرو دي الزيرو ده اللي بالديسيمال خلاص كده. هنا هيبقى عندي كام ديسيمال؟ 3. الثلاثة ديسيمال دول عاملين لك كام احتمال او كام جهاز؟ 2 اس كام؟ اديني سهلت لك السؤال. ها 24. 2 ليه؟ لان كل ديسيمال متمثل ب 8 بيتس، والديسيمال اللي جنبه 8 بيتس، والديسيمال اللي جنبه 8 بيتس، يبقى المحصله كام؟ 2 اس 24 زي ما عمر قال. طب 2 اس 24 هو الرقم ده، 2 اس 24 يعني 2 اس 24 اهي، معناه 2 اس 4 في 2 اس 20. 2 اس 20 دي بكام يا جماعه؟ 2 اس 20 دي اللي هي كام؟ ها 2 اس 20 دي اللي هي كام؟ ايوه كام اللي هي كام؟ 2 جيجا. 2 جيجا؟ 2 اس 20 مين اللي قال 2 جيجا؟ عمر؟ لا يا عمر 2 كيلو. اسف 2 كيلو 24. 2 في 1024 يا عمر، يا عمر ركز شويه. 2 كيلو ايه ولا 2 جيجا ايه؟ 2 اس 20 مين يقول؟ طب 2 اس 20 اسهلها لك شويه، مش 2 اس 20 دي هي 2 اس 10 في 2 اس 10 صح ولا لا؟ 2 اس 10 في 2 اس 10 صح ولا لا؟ يبقى بقت كام بقى دلوقتي؟ اسهلناها لك. 2 اس 10 دي اللي هي مين؟ اللي هي ايه دي؟ 1024 يعني 1 كيلو، وال 2 اس 10 1024. 1000 في 1000 اللي هي مين؟ 1 كيلو في 1 كيلو اللي هي مين؟ اللي هي 1 ايه؟ مليون. 1 ميجا. ميجا 1 ميجا مش 2 اس 20. 2 اس 10 في 2 اس 10 بس ال 1 ميجا مش 10 اس 6، امال كام؟ 1024 في 1024. حضرتك هتضرب 1024 في 1024 هي فوق المليون في 16. ما عارف انت لو كانت طالعه، لو طالعه دي 16 مليون، لكن دي طالعه 16,777,216. ليه؟ لانها مش مليون، اكتر من المليون. 1024 في 1024. ماشي يا جماعه؟ نركز شويه، هدخل في الاكزامبل اللي بعديه، بس ايه؟ احنا وصلنا لعدد في كل العدد في كل بلوك. ما البلوك ده يعني الشبكه، يعني انا عندي 128 شبكه، كل شبكه فيها عدد من الاجهزه، كل شبكه فيها عدد من الاجهزه. عدد الاجهزه في الشبكه الواحده كام؟ اللي هو 16 مليون وايه 777,216. يبقى في كل شبكه في ايه؟ كل شبكه واحده، يعني شبكه رقم 0 فيها العدد الاجهزه ده، شبكه رقم 1، شبكه رقم 2، شبكه رقم 3، شبكه رقم 4 لحد شبكه رقم 127. يبقى دول عدد الشبكات اللي عندي. طب تعالى ندخل على كلاس بي نشوف بقى عدد الشبكات اللي فيه قد ايه. تعالى ندخل على كلاس بي. فين بقى كلاس بي؟ نرجع لورا 128 ل 191، يبقوا كام شبكه دول؟ من 128 ل 191 دول كام شبكه دول؟ ها؟ طب هنسال سؤال، انت بتعملها ازاي؟ بنطرح الاثنين من بعض صح كده في الاول؟ 191 ناقص 128 اطرح الاثنين دول كام؟ 63. يبقى هما 63 شبكه؟ يبقى 63 شبكه الباشمهندسه مريم كده صح؟ 63 ولا نعم 64 يا دكتور؟ 64. ما انا كنت لسه بسال ليه؟ لازم نزود واحد عشان ال 191، مع ان ال 191 معايا زي 0 و 127.
الصفر مع 127 على الصفر. اتنين لكل أس 8 ب 64 برضو كان ممكن احسبها كده. اللي هي كم؟ عندي بلوك واحد فاتنين لكل أس 8 ب 64. اتنين أس ماشي تمام. ان هو البلوك واحد بس زي ما بتقولي، اتنين أس كام؟ 8 أس 8 ب 64. اتنين أس 8 لا 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 الكلام ده مش صح. اتنين أس 8 لا، انت عندك بلوكين مش بلوك واحد، ده بلوكين اهو، دول بلوكين مش بلوك واحد. و2 اس 8 مش ب 4، 2 اس 8 ب 64، 2 اس 8 ب 256. 2 اس واخده بالك؟ طيب خلي بالنا من 128 ل 191 البلوك الاولاني اللي على الشمال محجوز له من 128 ل 191. خلاص؟ البلوك بقى اللي جنبه ده اللي سكند بايت اهو، ده سكند بايت واخد كل الداتا. طب انا دلوقتي 64 دول عددهم، طب هل العدد الشبكات 64؟ هل عدد الشبكات 64 صح ولا في حاجه لسه ما حسبناهاش؟ العدد ده 64 مش هل هو عدد الشبكات؟ لا. ليه؟ لان انا عندي الثمانيه اللي جنب منه واخدين كل الاوبشن الثمانيه، واخدين كام بقى؟ يعني المفروض يبقى الصح 64 ده اعمل فيها ايه؟ يعني انت ما تقوليش دول 64 شبكه كده الاجابه خاطئه. امال الصح ايه بقى؟ كلاس بي كام شبكه؟ خلي بالك ان كلاس بي عدد الشبكات فيه اكتر من، او عدد البلوكس فيه اكتر من كلاس ايه. عدد الشبكات كام يا جماعه؟ البايت الاولانيه خدت 64 مكان، ليه 64 صح ولا لا؟ طب اللي جنبيه 16 نعم ايه؟ هتبقى 2 اس 16 ولا ايه؟ لا غلط جدا. 2 اس 16 هتبقى 2 اس 8 بلس 2 اس 8. 2 اس 8 ايه؟ مش احنا عندنا بلوكين؟ صحيح ايوه، بس بلوك مش كامل. في 8 استنيني، لا بلوك مش كامل وبلوك كامل. البلوك اللي على الشمال مش كامل، مش ال 2 اس 8 كلهم، البلوك اللي على الشمال فيه 64 بس. البلوك اللي على اليمين كامل، نعمل ايه بقى؟ يبقى الناتج النهائي كام بقى؟ نعمل ايه بقى؟ 64 زائد 256 زائد زائد في 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 لكل رقم عامل لي ايه؟ المفروض ان هو عامل لي 2 اس 8، يبقى هيبقى 64 في مين؟ في 256. 16384. انت حسبتيها ايه؟ ضربتيهم بالاله الحاسبه ده ولا ايه؟ طيب يعني هي ضربتهم، احنا ضربنا صح كده مظبوطين؟ 64 في 256 طلع كام؟ بتقولي؟ 16384. اللي هو الرقم ده. ممكن تحسبه بالاله الحاسبه، ممكن تعمل حاجه تانية. 2 اس 6 في 2 اس كام؟ 2 اس 8 اللي هي كام دي؟ 2 اس 14 مش كده؟ 2 اس 14 عباره عن كام يا جماعه؟ 2 اس 4 في 2 اس 10. 2 اس 10 اللي هي كام؟ 1 كيلو. 1 كيلو في 16 يعني 16 كيلو. 16384 لان 1024 في 16، 1024 في 16 تديني 16384. يبقى دول عدد البلوكس اللي عندي، اللي هم الرقم اللي قدامنا ده اللي هو جه منين؟ 16384. طب عايز بقى انا عدد الشبكات اهي او عدد البلوكس، طب كل بلوك فيه كام شبكه؟ قصدي انا اسف، في كام جهاز؟ كل بلوك فيه كام جهاز؟ يلا مين بقى يجاوبها دي؟ انا عارف بقى الصيام، والصيام بيبقى صعب في الشبكات صعبه شويه معلش. طيب هنا بقى عدد الاجهزه كام؟ مين يجاوب دي سهله بقى؟ مين يقول لي 2 اس كام على طول؟ ها 2 اس كام؟ عدد الاجهزه كام كده؟ اللي في كل في كل شبكه من ال 16000 يعني انا عندي 16384 شبكه، انا عايز اعرف كام جهاز في كل شبكه. ها مين يقول؟ 2
2 اس 16. الله ينور عليك، جبتها ازاي؟ هما بلوكين 8 بالضبط. و8 بلوكين كاملين 2 اس 8 في 2 اس 8 يعني 2 اس 16، او عددهم 16 بيتس يديني 2 اس 16، صح كده؟ طب 2 اس 16 اللي هي 65536 اللي مكتوب عندك اهي، ده بالنسبه للكلاس بي. هقول لك ايه اليونيكاست دي يعني ايه بقى؟ حد يقول لي يعني ايه يونيكاست اللي مكتوبه دي؟ انا ما علقتش عليها. يعني ايه يونيكاست؟ يعني ايه يونيكاست؟ ها؟ يعني ايه شخص واحد؟ يعني ايه شخص واحد برضه؟ جهاز بيبعت لجهاز، مش مالتي كاست. مالتي كاست يعني جهاز بيبعت لمجموعه، هنا جهاز بيبعت لجهاز. ها؟ يونيكاست. واضح؟ طيب ندخل على كلاس سي، عايزين نعرف عدد البلوكس. عدد البلوكس، ها مين يقول لي بقى نجيبها ازاي دي؟ قولوا لي انت، وبقى نمسح ده كده وقولوا لي ازاي نحسب كلاس سي. العدد بتاع الشبكات الاول، عدد الشبكات كام الاول؟ ها البلوك ده 8، هل ده عامل 256؟ من 192 ل 223 ده عامل كام بلوك؟ كام بلوك ده؟ كام شبكه دول لوحديهم؟ اجيبها ازاي؟ ها اطرحهم من بعض الاول. 132 كام؟ 32. هي هتطلع 31 وتزود عليها 1 تبقى 32. يبقى دي عامله 2 اس ايه؟ 2 اس 5، يبقى دي لوحدها عامله 2 اس 5، 32 يعني. طب دي عامله كام؟ دي 2 اس كام؟ البلوك اللي جنبيها 2 اس كام؟ 8. اللي بعديها 2 اس كام؟ 8. يبقى حاصل ضرب الثلاثه في بعض هو ده اللي يديلك عدد الشبكات، صح كده؟ يبقى 2 اس كام دي؟ 8 و 8 16، 16 و 5 21، 2 اس 21 يعني ايه؟ يعني 2 دي بتساوي 2 اس 1 في 2 اس 20، يعني كام يا عمر او عبد الرحمن؟ كام دي؟ 2 ميجا، صح كده؟ الميجا بقى اللي هي 1024 في 1024 اهي، 2 ميجا اهي، 2 ميجا. خلي بالك مش 2 مليون. ليه؟ 2 في 1024 في 1024. واضح يا جماعه الناتج بتاعنا واضح؟ طب كل بقى شبكه من دول فيها كام جهاز؟ هجيبها ازاي؟ اهي في 2 اس كام؟ 8. 8 لان ده الاخر واحده اللي هي 8، صح كده؟ 2 اس 8. اتنين اس تمانية يعني كام؟ 256 جهاز. يبقى معنى كده ان الشبكات الكتيرة، عدد شبكات كتيرة، انا بحتاج على فكرة بنحتاج لشبكات كتيرة. ما هو خلي بالك، هو ايه الفرق ان انا لما يبقى عندي مؤسسة اعمل شبكات كتيرة او اعمل شبكات قليلة؟ ايه الفرق؟ يعني ايه اللي الاحتياج بيبقى في ايه؟ ما هو الشبكه دي خاضعه لسيستم معين. افرض انا المؤسسه عندي كل ليها مثلا ليها فروع كتير، فكل فرع شبكه، خلاص؟ افرض عدد الفروع كتير جدا، خدت بالك؟ فكل فرع انت بتضطر تعمل فيه ايه؟ شبكه. فالسيستم اللي محتاج فروع كتير او شبكات كتير يبقى كلاس سي. في اماكن تانية يقول لك لا انا محتاج افرع قليله، خدت بالك؟ فروع قليله، فالفرع ده اللي هو الشبكه، فشبكات قليله. طب وفي نفس الوقت عدد اليوزر اللي فيها كتير محتاج على حساب ايه؟ يعني انت مثلا بتزود الشبكات على حساب الايه؟ الاجهزه والعكس. فحسب كل شركه ومتطلباتها
بتشوف هي عايزه تبقى تبع انهي كلاس، ايه ولا بي ولا سي. واضح؟ واضح المعنى يا جماعه اللي بنقوله؟ ها؟ طيب المالتي كاست بقى اللي هو الاخر بقى وريسيرفد اللي هم كلاس دي وكلاس اي، نخلي بالنا منهم، دول نادرين الاستخدام دلوقتي يعني مش قوي، بيبقى عدد البلوك واحد زي ما انت شايف، والباقيين متقسمين على عدد الاجهزه. هنا برضو عدد البلوك واحد ومتقسمين على عدد الاجهزه عشان يحافظ على الابليكيشن بتاع المالتي كاست او الريسيرف. اللي يهمني اكتر اللي هو سواء كلاس A او كلاس B او كلاس C. واضح؟ طب ايه المشكله في موضوع الكلاسز ده؟ قال لك الكلاس فول ادريسنج. كلاس فول يعني ايه؟ يعني انا لما قسمتها لمجموعه من الفئات، بيقول لك جزء كبير جدا من الادريسز المتاحه بيحصل لها استهلاك، يعني بيحصل ووستنج، بيحصل لها هلاك يعني هدر. هنشوف كده مثلا مثال، هنتعامل مع حاجه اسمها، انا دلوقتي هسالك سؤال، هنسال سؤال، انا دلوقتي اللي من الاي بي فيرجن 4 قدرت اعرف انا من العنوان اللي بديهولك تقدر تعرف انا تبع كلاس A ولا كلاس B ولا كلاس C وهكذا، او كلاس D او كلاس E. طيب في طريقة اخرى ان انا ابعد عن ان انا اعرف مثلا اولها 0 تبقى كلاس A، اولها 1 0 تبقى كلاس B، اولها 1 1 0 تبقى كلاس C، اولها 3 1 و0 تبقى كلاس D، اولها 4 1 تبقى كلاس E. في طريقة جميلة اسمها الماسكينج. ماسك يعني ايه بالعربي؟ قناع. ماسك يعني ايه؟ يعني قناع. خدت بالك؟ الماسك ده مهم بالنسبة لك ليه؟ لأن أنا بعد كده يعني ممكن يبقى لما أنت انترستد بس في موضوع الشبكات وفي الأي بي أدريسز، هتلاقي نفسك في صعوبة شوية إنك تعرف الإيه؟ تعرف الـ أنت تبع أني إيه؟ أني شبكة يعني، أو تبع أني فئة اللي هي كلاس إيه ولا بي ولا سي ولا دي، ممكن يبقى تواجهك صعوبة. فقال لك الماسكينج دي بقى الطريقة الموحدة اللي هما بيتعاملوا معاها عشان يعرفوا أنت تبع أني كلاس. ايه الماسكينج؟ ماسك يعني قناع، يعني بتلبس قناع، كانك بتلبس الادرس نفسه بتلبسه قناع، ومن خلال القناع ده تقدر انك تتعرف على الشبكه بتاعتك، انت تبع انهي فئه من الشبكات، كلاس A ولا B ولا C ولا D. خلاص كده؟ طيب بصوا كده الايه مثلا، انا عايز اشوف الماسكينج بتاع كل كلاس، الديفولت ماسكينج لكل كلاس. بص كده كلاس A اول بايت فيه هو اللي خاص بايه يا جماعه؟ خاص بالشبكه، يعني الخاص بالايه؟ اول بايت فيه هو اللي خاص بالشبكه، انت تبع انهي شبكه؟ اول واحد فيه انت تبع انهي شبكه؟ خلاص؟ فقال لك هنمثل، هو الماسك ده بيتمثل بنفس طريقه الاي بي فيرجن 4 بنفس الطريقه، يعني الماسك بتاع كل كلاس بيتمثل بنفس الطريقه. يعني ايه بنفس الطريقه؟ يعني انت الاي بي فيرجن 4 ده متكون من كام بيتس؟ قلنا 32 بيتس، يبقى الماسك ده متكون من 32 بيتس برضه. الماسك متكون من كام بيتس؟ من 32 بيتس. قال لك اول واحده في بالنسبة لكلاس A أول بايت لو خدتها كلها وحايد والباقي بكله صفار، ده الماسك بتاعها، يبقى الجزء اللي فيه الشبكات هو ده اللي هحطه كله بإيه؟ بوحايد. نفس الكلام بالنسبة لكلاس B، أنت عندك أول تو بارتيشن هما اللي إيه؟ هما اللي خاصين بالشبكات، الشبكة بتاعتك، فقال لك خليهم كلهم دول إيه؟ بوحايد. يبقى كده التو بارتيشن بوحايد والباقي صفار. كلاس سي اول ثلاثه اماكن هم اللي خاصين بالشبكات، يبقى املاهم كلهم بوحايد والباقي صفار. لو ده كده بتمثيلي بالباينري.
طب لو انا عايز امثل هذا الكلام بالضوط الديسيمال، يعني عايز امثل الكلام اللي انا قلته دوت بالضوط الديسيمال، بس بسيط جدا، كل وحايد يبقى الديسيمال بتاعه ايه؟ 255. كل صفار يبقى زيرو، يبقى دوت زيرو، اللي بعديه صفار يبقى دوت زيرو، اللي بعديه صفار يبقى دوت زيرو، يبقى هنا 255 دوت زيرو دوت زيرو دوت زيرو. طب بالنسبه للكلاس بي، اول تو بارتيشن اهو 255 دوت 255 دوت زيرو دوت زيرو اهي. خلاص، اللي بعديها بنفس الطريقه، اول 3 بايت هما اللي مليانين بوحايد، يبقى اول 3 بالديسيمال 255 دوت 255 دوت 255 دوت زيرو. ده بالنسبه لي الماسك بتاعه. خلاص كده، سواء بالدوت الديسيمال او بالباينري. في طريقه ثانيه برضو بيعمل لك اكسبريشن ليها، بيعمل سلاش 8 لما بيعبر عنها. سلاش 8 معناها اول 8 على الشمال بوحايد، دي معناها. سلاش 16 معناها اول 16 بيتس على الشمال بوحايد. سلاش 24 معناها اول 24 بيتس على الشمال بكام؟ بوحايد. كل ده بيؤدي نفس المعنى. يبقى كده شفت الماسك طريقه التمثيل بتاعه ازاي، ده اهميته ايه، بستخدمه بعد كده في تحديد انا في انهي شبكه، انا تابع لانهي شبكه. خلي بالك انا عايز اسال سؤال، هو انت لو في شبكه اللي اسمها كلاس ايه، يعني انت شغال على كلاس ايه، عايز تعرف انا في جهاز عندي وجهاز تاني مديك الاي بي فيرجن 4 بتاعه، تقدر تعرف هما تبع نفس الشبكه ولا لا ازاي؟ الرقم اللي على الشمال بالظبط، يعني بالنسبه لكلاس ايه الرقم اللي على الشمال. يعني انا لو عندي كده زيرو دوت، اي بقى ايه، حط اي اربع ارقام هنا مثلا، اللي هنا ده 168 مثلا دوت 2 دوت 1، خلاص كده. اللي بعده ده زيرو دوت اي ارقام بقى 165 دوت 3 دوت 1، دول في نفس الشبكه ولا لا؟ نفس الشبكه. ليه؟ عشان الزيرو، عشان الاول ده كلاس ايه، فتركيزي على مين؟ على الشمال. على الشمال، خلاص. طيب تعالى بص لي كده، لو انا مثلا ايه 128 ل 191، طيب لو انا قلت لك 129 دوت 3 هنا دوت 5 دوت 2، اي ارقام يعني، ها دول في نفس الشبكه ولا لا؟ دي دوت، دي دول في نفس الشبكه ولا لا؟ ها دول في نفس الشبكه ولا لا؟ ما هو على الشمال برضه اهو 129 و129. لا مش بنفس الشبكه. ليه؟ عشان الرقمين اللي على الشمال. بتبص على الرقمين ليه برضه؟ ما وضحتليش. عشان 255 255. ايه 255؟ عشان دي كلاس ايه؟ كلاس بي. وال كلاس بي الشبكه بتتحدد فين؟ اول اتنين على الشمال هم اللي بيحددوا لي انا في الشبكه، في كلاس بي الاتنين اللي على الشمال بتوع الشبكه مش بتوع الايه؟ الاجهزه. فانا الاتنين اللي على الشمال الاولاني اي نعم زي بعض، اه، لكن التلاته والخمسه مش زي بعض. في حين ان هنا بص بص لدي، خدت اول واحد بس ليه؟ لانه كلاس ايه. خدتوا بالكم؟ لو بنتكلم على كلاس سي، لو احنا بنتكلم على الكلاس بتاعنا اللي هو كلاس سي، لازم نبص على اول ثلاثه على الشمال. الثلاثه اللي على الشمال يبقوا زي بعض عشان يبقوا في نفس الشبكه. وضحت شويه؟ انا بس بديها لك دلوقتي هينت، دلوقتي لسه هتوضح الرؤيه احسن من كده. خلاص؟ فالماسكينج ده بيفيدني في حاجه زي كده، بدل ما اقعد بقى عمال احسبها
اه دي كلاس بي، وبعد كده اروح حاسب اه يبقى اول اتنين. فقال لك زي ما انت شايف كده انك شغال على 255 و255 دوت 0 دوت 0. طب الماسك ايه هدفه؟ انت دلوقتي عرفت تكونه، طب بتعمل بيه ايه؟ هو ده اللي ايه عايزين نعرفه. قال لك بقى ان كل الكلاس فول ادرس اللي احنا خدناها هنستعيد بها بكلاس ليس ادرس عن طريق الماسكينج. يعني الماسك اللي احنا قلناه ده القناع، هنحط القناع على الادرس اللي عندنا يدينا ناتج، نتعامل مع الناتج الجديد هو ده اللي هيحدد لي كل حاجه. يعني انت بتلبس قناع، زي انت تلبس قناع فيبقى شكلك مختلف، نتعامل مع الشكل الجديد ده اسهل في التعامل عن ان انا اتعامل مع شكل الاي بي فيرجن 4. يعني بركب له ماسك، الناتج بتاع الماسك بيبقى افضل من في التعامل بتاعك مع الناتج الايه الاصلي. تعال نشوف هو طبعا ايه دلوقتي اكزامبل بيوضح لنا هذا. بيقول لك فيجر اللي هو 19 3 من 10 في بلوك اوف ادريسز، مجموعه في من الادريسز، مجموعه من العناوين بالباينري والدوت الديسيمال، المفروض انها تابعه لسمول بيزنس، يعني شركه كده او مؤسسه بتحتاج 16 ادريسز 16 عنوان. طب تعالى نشوف الفيجر الاول بس كده. دلوقتي ان احنا عندنا ادي شركه في 16 ادرس، فيها 16 ايه ادرس، يعني 16 جهاز مثلا. اولا الشركه بص عامله البلوك بتاعها بهذا الشكل. سؤال، من الفيرست لللاست دول كل دول في نفس الشبكه ولا لا وليه؟ ها هي معاها 16 جهاز الشركه وعايزينهم تبع نفس الشبكه. السؤال، دول في نفس الشبكه ولا في شبكه مختلفه؟ نفس الشبكه. صح. ليه؟ عشان كلاس سي واول ثلاثه شبه بعض. بالظبط، الله ينور عليك، جبت المفيد. كلاس سي واول ثلاثة زي بعض، لازم كلاس سي واول ثلاثة زي بعض. عرفت منين الكلاس سي؟ عشان 205 اللي في الاول في الرينج بتاع كلاس سي اللي هي من 192 ل 223، فهي في الرينج ده، يبقى دي كلاس سي، يبقى لازم يبقوا اول ثلاثة زي بعض ما يتغيروش. جيت في الاخير حطيته للاجهزة، واحد خد الجهاز ده خد عنوان دوت 32، ده خد 33، ده خد 34 لحد 47، من 32 ل 47 كام جهاز؟ 16. وحول هذا الكلام لايه؟ للباينري. حلو؟ دي مؤسسه صغيره قوي قوي فيها 16 جهاز عايزين يخضعوهم لنفس الشبكه، فادوهم اي بي ادرس فيرجن 4. لا، خضعوهم لمين افضل؟ لكلاس سي، لانه مش محتاج ايه؟ عدد الاجهزه اللي محتاجها، يعني عدد اجهزه اللي تابعه للشبكه قليله، 16 اقل من 256، خدت بالك؟ فهو خلاهم كلهم خاضعين لنفس الايه؟ لنفس الشبكه، في شبكه واحده بس. فادوا الاي بي فيرجن 4 للاجهزه بهذه الطريقه. هو بيشرح لك بس ان هو ازاي ادى للاجهزه الايه؟ الارقام بتاعتها. طيب دلوقتي بالنسبه ان احنا طلعنا النتائج اللي عندنا الخاصه بالاي بي فيرجن 4 بهذا الشكل، ايه الهدف بقى من استخدام الماسكينج القناعه بقى عشان نتعامل بقى مع المسائل في صوره ان انا عندي مثلا اعمل قناع للايه الاي بي فيرجن 4 وناتج هذا القناع هو اللي اتعامل معاه. خلاص، الاي بي فيرجن 4 ادريسنج عندك بلوك من الادريسز كان بي ديفايند از، انت عندك اكس دوت واي دوت زد دوت تي سلاش ان. طريقه التوصيف احنا فاكرين لما جينا اتكلمنا على الكلاسز قلنا لو تكتب سلاش 8 تعني اول 8 بوحايد، سلاش 16 تعني ان اول 16 بوحايد، سلاش 24
تعني ان اول 16 واحدة هي اللي بوحيد. خلاص؟ فهو بيجي يكتبها برضو بقى بالطريقة دي، بيحط لك الـ IP version for addressing، في عندك الـ block of address can be defined as، ممكن توصفها لي بهذه الصورة، بحيث ان x.y.z.t بيديفاين one of address و slash n بيديفاين الماسك، الماسك بتاعها، الماسك اللي هو بعمل الماسك ازاي. خلاص؟ طيب تعال نشوف الفيرست ادرس، اول عنوان في البلوك، انك ممكن انك تخليه باي سيتنج ذا رايت موست اللي على اليمين 32 ناقص ان لحد الزيرو. يعني اول عنوان في البلوك انك انت باي سيتنج ذا رايت موست 32 ناقص ان، يعني ايه؟ انت عندك هم عددهم 32، فانت حضرتك لما الان حسب الان اللي مديها لي، لو الان دي مديها لي ب 8 يبقى حول 32 ناقص 8 يبقى 24، اخليهم كلهم نخليهم كلهم اصفار. سؤال، هو الان بكام في حاله كلاس سي؟ في حاله كلاس سي الان بكام؟ ها؟ اهي ارجع لورا اجيبها لك. الان بكام؟ الان عدد الوحيد اهي، العدد الوحيد بكام؟ 24. فلذلك انت بقى لما تيجي تطبق القاعده اللي قايلين عليها دي، 32 ناقص 24 بكام؟ ب 8. يبقى هتحط 8 اصفار في الايه؟ في الاول. يبقى ده أول أدرس بالنسبة لك، ده أول أدرس إنك حطيت إيه؟ ده أول أدرس بين إيه؟ بالنسبة لنا. خلاص كده؟ معايا ولا لأ؟ طيب خدت بالك؟ يبقى ده أول أدرس بالنسبة لي. يبقى عرفت إن أول أدرس بالنسبة لك تجيبه إزاي؟ يبقى حسب المؤسسة دي، لو هي شغالة على كلاس سي مثلا، يبقى ال n بكام؟ ب 24. يبقى انت هتحط لي الايه؟ اول ادرس يبقى كله بصفار فعلا. طب في مؤسسه بقى اللي انا اشتغلت عليها دلوقتي، اللي انا لسه كنت شارحها لك من شويه، السلاش بتاعها مش 24، السلاش بتاعها 28. يبقى احط اول ادرس يبقى بكام؟ احط كام صفر على اليمين عشان اجيب اول ادرس؟ ها؟ اتنين وتلاتين ناقص تمانية وعشرين بكام؟ باربعة. يبقى اول اربعة بصفار اهي اهو. خلاص كده؟ طب وبعد كده حضرتك بقى نعمل ايه؟ مثل بقى الكلام بتاعك، يعني اول واحدة عندك اللي هي الاصفار اللي عندك دي. طيب وبعد كده نعمل ايه؟ انت عندك بقيه الادرس موجوده، 205 ادي ال 205، 16 اهي، 37 اهي. خلاص؟ هو هنا بيقول لك كذا ونوزت وان اوف ذا، هو مدي لك واحده من الادرس ب 39. فال 39 دي عباره عن ايه حضرتك؟ مثلها 39 اللي هي اهي، ده شكل ال 39 اهي، 39 اهي. عايز اجيب اول ادرس بقى، استعيد عن اول اربعه بصفار واكمل الباقي زي ما هو. هي في صفر هنا ناقصه كده، في صفر ناقصه هنا ليه؟ لان دول مش 8، في صفر ناقصه هنا، يعني دول اهي 2 و 0 1 2 3 4 5. دي في زيرو ناقصه هنا يا جماعه في السلايد. خلاص عشان تعمل لك هذا الحل، اقول الاكزامبل تاني. دلوقتي انا عندي بلوك اوف ادرس از طبعا تبع السمول اورجانيزيشن، واحده من العناوين اهي 205 و16 و37 و39، فكتبناها مثلناها اهي. طبعا حضرتك يعملها انت بقى، 205 مثلها بالباينري، 16 مثلها بالباينري بالطريقه اللي قلنا عليها،
تعمل الايه، فاكرين الطريقه اللي قلنا عليها المره اللي فاتت، تعملها بالطريقه السريعه، حول من ديسيمال لباينري بالطريقه السريعه. طب بعد كده عايز اجيب اول ادرس بالقاعده اللي قلناها، مش ده سلاش 28؟ طيب سلاش 28 ده اعمل ايه؟ 28 يبقى انا اعمل ايه؟ اقول اول ادرس 32 ناقص 28 بكام؟ ب4. يبقى اول 4 على اليمين بصفار، استبدل اول 4 على اليمين بصفار، بدل الرقم اللي عنده ادي زيرو، بدل الواحد ده زيرو، بدل الواحد ده زيرو، الزيرو ده زيرو، واكمل بقيه الداتا زي ما هي، يعني بقيه الداتا دي زي ما هي ما تتغيرش. وده اللي عمله اهو، اول 4 بزيرو، كمل الداتا في زيرو ناقصه زي ما قلت لك. فدي لما احولها لديسيمال ديت تبقى 32، وبقيه الارقام زي ما هي، ال 37 تفضل زي ما هي، ال 16 تفضل زي ما هي، ال 205 تفضل زي ما هي. واضح ان ال 32 اقل من مين؟ من 39. يبقى ال 39 ده عنوان من ضمن العناوين، يبقى ده 32 ده اول عنوان. طب لو عايز اجيب اخر عنوان اعمل ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ لو عايز اجيب اخر عنوان في المؤسسه دي اجيبه ازاي؟ استعيد بدل 4 اصفار ايه؟ ها؟ يعني بدل ما احط 4 اصفار احط ايه يا جماعه؟ ها؟ 4 وحايد. بدل ما تحط اهي في السلايد اللي بعدها تحط 4 وحايد. فحضرتك تقدر تجيب مين؟ اللاست ادرس. يبقى لو حطيت حضرتك 4 وحايد هتجيب العنوان الاخير. يبقى انت لو جبت 4 وحايد هتحط ايه؟ العنوان الاخير. فحط 4 وحايد وكمل هتلاقي العنوان الاخير اللي هو دوت 47. يبقى هي بادئه من 32 منتهيه على 47 زي المؤسسه اللي لسه شارحينها دلوقتي. طيب هو نعم اتفضل. ايه؟ الايه؟ بتاعت الان بيديك الان طبعا. اه ادالك 28. اه طيب هو انا كده انتهيت، عشان بس ايه برضو ما تبقاش داتا كتير بالنسبه لك. هنكمل الكلام ده المره الجايه. في اي اسئله؟ طيب هعمل سيفنج للمحاضره.